بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع القطعة الرابعة والعشرين من قطع البلاغة للثانوية العامة، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس قبل ما نحل القطعة دي يا شباب، في نصيحة صغيرة عايز أقولها ليكم. دايما لما تيجي تذاكر سواء بلاغة نحو أيا كان المادة، خلي نيتك رقم واحد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني دايما لما تيجي تذاكر حط في دماغك رقم واحد ان العلم ده طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة لله. رقم اتنين، انت عايز تتعلم ليه؟ رقم واحد عشان تخدم دينك، رقم اتنين عشان تنفع نفسك، رقم تلاتة عشان تنفع اهلك ووطنك. فانت اصلا لازم تربط كل حاجة بتعملها بالله سبحانه وتعالى. ايا كان العمل اللي تعمله لازم تعمله لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يبقى عرضو خلي في دماغك ان انت لما تيجي تذاكر تخلي النية لله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك لك في المذاكرة دي، وعشان ان شاء الله ربنا يستعملك ولا يستبدلك. وخلي في دعائك على طول: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وافتكر دايما الحديث الجميل من اكتر الاحاديث اللي انا بحبها في حياتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرجع بقى لقطعة البلاغة. يقول الشاعر ابو القاسم الشبي: سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء، ارنو الى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، وأعيش في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعادة الشعراء. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نفهم الأبيات بالراحة. الشعر بيقول إيه؟ سأعيش رغم الداء والأعداء. طيب هيعيش إزاي؟ كالنسر. أو ما تلاقي النسر في البلاغة، النسر على طول الصقور، يعني توحي بالعلو، توحي بالعلو الهمة، توحي بالسمو. فهو بيقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، يعني القمة العالية. أرنو إلى الشمس، أرنو يعني أسعى، أسعى إلى الشمس المضيئة هازئا. بيستهزأ بيه بقى؟ بالسحب والامطار والانواء. الانواء اللي هي الامطار الشديده، يعني هو مستهزئ بكل حاجه لان هو عايز يوصل ايه لوجهته. واسير في دنيا المشاعر حالما غردا، يعني سعيدا، وتلك سعاده الشعراء. يبقى ظاهر في الابيات عموما السعاده والتفاؤل والعزم بتاع الشاعر. السؤال الاول: استخرج من البيت الاول محسنين بديعيين واذكر قيمتهما الفنيه. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لازم تعرف دايما المحسنات البدائيه نوعين: في محسنات بدائية لفظية ومحسنات بدائية معنوية. اللفظية دي اللي هي ايه؟ اللي بتعمل موسيقى، زي التصريع، زي الجناس، زي السجع، زي حسن التقسيم، زي الازدواج. المحسنات المعنوية بقى اللي هي ما بتعملش موسيقى، زي الطباق، زي المقابلة، زي الاقتباس، زي التورية. كل دي اسمها محسنات بدائية ايه؟ معنوية. في البيت الاول بقى هو بيقول ايه؟ سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء. اول حاجة باينة جدا التصريع، في تصريع في بداية البيت، تصريع بين قوله سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء. فين الأعداء والشماء؟ ده شطر وده شطر، والنهاية هنا زي النهاية هنا، يبقى دي اسمها إيه؟ تصريع. وده تصريع يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن وتسعد به النفس ويزيد من قوة الفكر. ده المحسن البديع الأول. في المحسن البديع الثاني، المحسن البديع الثاني بين قوله الداء والأعداء. هنا كلمة الداء وكلمة الأعداء زي بعض، شبه بعض، ده اسمه إيه؟ جناس. يبقى المحسن البديع الثاني هو الجناس. هنقول الجناس ناقص بين قوله الداء والأعداء، يعطي جرسا موسيقيا برضو تطرب له الأذن وتسعد به النفس ويزيد من قوة الفكرة. المحسنين دول نوعهم إيه؟ محسنين لفظيين، عشان بيعملوا إيه؟ موسيقى. السؤال الثاني: استنتج سمات شخصية الشاعر. سؤال سهل جدا. صلى على رسول الله الأول عليه الصلاة والسلام. أول ما تسمع استنتج سمات شخصية الشاعر، يبقى هو جاب لك في الأبيات كلمات تدل على شخصيته. ما ينفعش أقول لك استنتج شخصيته من غير ما يكون جايب كلمات تدل على الشخصية. هو هنا في الأبيات قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. البيت الأول كده يتضح ليك إيه؟ يتضح ليك إن الشاعر رقم واحد عنده همة عالية، قال كالنسر فوق القمة الشماء. رقم اتنين: الشاعر عنده إصرار. يعني من سمات شخصية الشاعر أنه صاحب همة عالية. الشاعر متفائل، بيقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. وفي البيت التاني بيقول أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء. يبقى الشاعر متجاهل لكل صعوبات الحياة. وبرضه في البيت الاول قال رغم الداء والاعداء، سأعيش رغم الداء والاعداء، وده يظهر ايه؟ يظهر التفاؤل بتاعه ان هو هيعيش مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. وفي البيت الاخير بيقول واسير في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعاده الشعراء. يبقى ده يظهر لك ان هو ايه؟ سعيد. يبقى انت دايما لما اقول لك استنتج سمات شخصيه الشاعر، اقرا الابيات كويس واستنتج من كلمات الابيات الشخصيه بتاعت الشاعر عباره عن ايه؟ سعيد، متفائل، ذو همه العاليه، كل ده. السؤال الاخير: ظهرت الموسيقى واضحه في الابيات، وضح ذلك. صلى على رسول الله الاول عليه الصلاه والسلام. اول ما تسمع سؤال الموسيقى اعرف دايما ان في موسيقى داخليه وموسيقى خارجيه. الموسيقى الداخليه اجابتها معروفه وتظهر على الشاشه عندك دلوقتي، اللي هي حسن انتقاء الالفاظ وتربط الافكار وكده. الموسيقى الخارجيه هي الموسيقى اللي انت بتسمعها
في الابيات زي التصريع زي الجناس زي حسن التقسيم، لو عندنا نثر يبقى زي الازدواج وزي السجع. يبقى اول ما تسمع السؤال ده هتعمل ايه؟ هتكتب الموسيقى الداخليه والموسيقى الخارجيه. الموسيقى الداخليه دي هتكتب فيها الاجابه اللي عندك دلوقتي، الموسيقى الخارجيه هتطلع بقى تصريع لو فيه، هتطلع الجناس، اي حاجه بتعمل موسيقى مسموع. وهكذا قد اتممنا القطعه الرابعه والعشرين من قطع البلاغه للثانويه العامه. لا تنسنا من صالح دعائك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يساعدكم في الدنيا والاخره. وافتكر دايما حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: من جعل الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.